بعدد صغير من الطلاب عندي بالروضة، فتحت روضة أطفال عندي بالبيت وبلشت معهم، وشوي شوي الحمد لله صارت تكبر الروضة، وبعدين بلشت دورات تعليمية للطلاب. انتقلنا لدورات تأهيل وتمكين للمرأة وللشباب بشكل عام. الصعوبات اللي كانت عم تواجهني اكثر شيء التنقل، صعوبات شوي لوجستية طبعا، يعني باعتبار انه فكرة مركز خاص ما انا بالامر السهل.